مروان محسن واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. مبروك يا مروان، روحكم كبيره وروحكم عاليه جدا، وتحديدا مروان وبادج بنشوف التهنئه وبنشوف الاحضان، وده يمكن بيعكس صوره كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي. اللي موجود هيأدي، الهدف كله اسعاد جمهور النادي الاهلي والكيان فقط لا غير. احنا بنحمد ربنا النهارده الحمد لله على المكسب، وادينا نسعد جمهور النادي الاهلي اهم حاجه طبعا، وبارك للعيبه كلها والجهاز الفني. اللعيبه طبعا في وسط الاجهاد وضغط المباراه لعبه مركزه وبنلعب لاخر دقيقه، والحمد لله قدرنا نكلل الفوز النهارده بثلاثه بونت ان شاء الله، ونحسم بطوله الدوري ان شاء الله بدري. يعني قلنا 11 نقطه خلاص، يمكن ثلاثه فاتوا، فاضل 8 نقاط. عندنا اسماعيل وعندنا اتحاد وضغط كبير جدا كتيم ورك مع بعض، وبتقعدوا في الاوضه بتقولوا يا مروان الناس الجمهور عايز يسمع، لان الناس بتتكلم بشكل كبير جدا، اوضه اللبس واللعيبه وفجوه ومشاكل. عايزين ننقل للناس ان لعيبه النادي الاهلي رجاله، اوضه اللبس زي الملعب زي خارج اوضه اللبس، عايزين ننقل الصوره دي لكل الجمهور. مفيش والله، احنا بنقعد نتكلم مع بعض دايما كده، اللي احنا مفيش اي حاجه تشغلنا بره اي حاجه بتتقال على السوشيال ميديا او اي حاجه او اي حد بيتكلم. اللعبه كلها مركزه، كل ماتش ماتش، ومركزين السنه دي على بطوله الدوري وافريقيا، فكل كلامنا ان احنا يعني كلام ايجابي كله، والفرقه متشجع بعض ومحدش يزعل اللي بيلعب او ما بيلعبش، وهي دي الروح الموجوده. وان شاء الله نسعد الجمهور السنه دي ان شاء الله بطوله افريقيا ونحسم الدوري بدري ان شاء الله. حبيبك والله، بارك فيك حبيبي ربنا. اكيد طبعا.